1-1-1444 لعبة المزمار. إذا كان يحتاج الأمر تثقيف مجتمع المزمارجية يعني طبعا إذا كان يحتاج إلى دورات ممكن يعني ده إضافة إلى ذلك لازم أنا أخرج هذه اللعبة للمجتمع. أنا إيش أنا أقصد؟ يعني يصير مسابقات. طبعا فكرة حلوة، فكرة جميلة، منها أقدمها وفي ناس يشتروا ونسوي مسابقات مثلا مين أحسن واحد يكشع، صح، حلوة، مين أحسن واحد يلعب، وهي مين أحسن واحد يقول زمال، صح، مين أحسن واحد يدق علبة، مين أحسن واحد يقول مرواس، وتصير مسابقات وفي نفس الوقت خلالها أعمل توعية. أكيد 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 صح، يعني هذه فكرة جدا جميلة إنه إيه تبقى على قولك، ويمكن هذه اللعبة الوحيدة اللي ممكن تعمل هذا الشيء لأنه فيها متنوعة. على قولك المقاشعة، الدق على الجبيد، الصوت، تأليف زمال جميل، صح، نعم، هذه من الأشياء اللي يعني صراحة فكرتها جدا جدا ممكن الأندية هذه تكون بابا، ممكن الأندية الثقافية والأندية ممكن يوم مع ليش ممكن تطلع لي كلامك، ممكن ينشأ نادي خاص للعبة المزمار، يعني ممكن مثلك لعبة المزمار فن يتعلمها الشخص على أصولها، فن ورياضة، ورياضة يعني رياضة، نعم، نعم، رياضة، فن ورياضة يعني في كل المقاييس، يعني ممكن هذه يجيب لها مدربين، مدربين أقصد يعني مدرب له دراية في لعبة المزمار من يلعبوها مسبوقا، نعم، يمارسها مسبوقا، لأنه مش أي أحد يمسك العصاية، مش أي أحد يلف العصاية، أو أنه كيف عملية الدخول إلى ساحة الجيوش كمان، هذه مش أي أحد ممكن أوزن نفسه في الدخول للجيوش عشان يعني فن. جد فن ورياضة يعني لعبة المزمار. ألين تأخذ سراك والإيدين وكل شيء؟ طبعاً أكيد. ألين تهي لعبته؟ نعم. بعدين تدخل أنت لين يكسر وهذا. لعبة فن ورياضة يعني وذوق. طبعاً إيش في إيش محتويات الكتاب غير ال؟ يعني محتويات الكتاب برضو أنا اتطرقت على محور. كتبت على شاشة الزمال هنا. طبعاً في قسم خاص للزمال، الزغاميل اللي تقال في لعبة المزمار. من الأشياء اللي اتطرقت عليها هو تأثير إيقاعات لعبة المزمار في الأغنية المحلية. تعرف إيقاع لعبة المزمار إيقاع حماسي وإيقاع يعني جميل، يعني يذرب ويستقطب كل من يسمع إيقاعات لعبة المزمار. لا يمكن، شوف، لا يمكن إنه يبقى جالس في محله، من تلقاء نفسه لازم يروح يجيله حب الفضول. شو أنت كاتب هنا دور الأندية الرياضية في إحياء لعبة المزمار؟ طبعاً هذا. إحنا قلنا تطرقنا لها. طبعاً طبعاً له علاقة، ما هذا اللي أنا أقول لك، هي له علاقة في الألعاب الرياضية. بعدين برضو الركب أيام كتاريخ كمان، إيه، واحد كان يمارس كان يمارس في وقت الاستراحات، إيوة يسلوا في لعبة المزمار، نعم، وهي لعبة سلة، نعم، لعبة المزمار يعني وهي لصيقة بالمجتمع، يعني عارف بأفراد المجتمع، يعني يمكن الكل يتفق إن هذه اللعبة لعبة سلة بالفعل يعني. وبعدين تمارس الجميل فيها كمان يمارس الكبير والصغير، يعني حتى الطفل يعني طبعاً الكبير والصغير كله. بعدين في يعني ممكن الأب تجده يلعب مع أبوه ولا أو مع حفيده. شوف في اللعب في ساحة الجوش تنكسر كل الروابط الاجتماعية، يعني الواحد ينسى إنه هذا أنا أقعد ألعب مع أبوي وأنا ألعب مع إيه مع ولدي، لأنه يجمعهم حب اللعب، يعني إحساس جميل صراحة. أستاذ سامي في مراجع يعني استفدت منها في لعبة المزمار؟ إيه قبل كتابك تطلع في أو وناس تقابلت معاهم؟ طبعاً في رضا زيتوني من المدينة المنورة، وطبعاً كان المرجع الرئيسي لي الله يرحمه عن صالح عسيري. هذا الشخص الذي لم يبخل عليه بمعلومة واحد عن لعبة المزمار، وعميد الصحبة غني عن التعريف، وابنه المهندس محمد عسيري. يعني أنا جلست معاهم جلسات في سبيل
إنجاز هذا الكتاب. كمان لا أنسى بالذكر العم رشاد سمر الدين وسامي البنجي، وطبعا من مكة طارق سندي اللي هو صاحب متحف التراث المكي. مجموعة حقيقة هذول من الأشخاص. وما لديك من ذاكرتك ومن هذول طبعا من غير الأمور اللي في الذاكرة ومن الكتب المراجع، تقريبا يمكن 40 مرجع مطبوع بين جرائد، وأكثر من 40 مرجع بين كتب وجرائد ومجلات، بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية. يعني خص بالذكر مخرج فيلم المزمرجي وائل أبو منصور، وكذلك الرائع فراس عطية، وعبد الله رواس المخرج والإعلامي. مجموعة يعني أنا آسف إذا كان ما يحضرني الآن بعض الأسماء. في أشياء تحس إنها ناقصة فيه يعني حتى حيطلع إصدار ثاني؟ لو طبعا أكيد يعني في، تعرف في أشياء كثيرة، بعض الطباعة كنت أتمنى إني إيه كنت أضيفها في الكتاب، لكن إن شاء الله في الإصدارات الأخرى حيضاف أشياء كثير صراحة هذا عشان أرتقي بهذه اللعبة. الله يعطيك العافية أستاذ سامي في نهاية الحديث هذا. الله يعطيك العافية على هذا الكتاب الجميل الرائع الذي يحكي قصة أو شرح أو توضيح أو وصف للعبة المزمار لدى حارة أهل الحجاز، وهي اللعبة الشعبية مهما يغاروا منها بعض الفنانين ومهما يغاروا منها هي لعبة، وكل منطقة لها لعبة، وكل ناس لها لعبة، والناس أدواك، وكل من يمارس ما يعني يمارس ويحب ما يرغب. فشكرا لك على هذا الكتاب وعلى اللقاء الجميل. الله يعطيك العافية. إيش حاب تقول في هذا؟ والله أنا حابب يعني أوصل معلومة عن لعبة المسمار، وتهمني إنها توصل للعامة. لعبة المزمار سواء كانت لعبة وافدة مثل ما يظن الآخرين، أو لعبة من صميم أو رحم منطقة الحجاز، فتظل لعبة سعودية وبطاقة التعريف الأولى لفنون في اليونسكو أو أي فن لي 100 سنة خلاص هو موروث. نعم. تعتبر نافذة عالمية لعبة المزمار، يعني لعبة عالمية وهي من رحم منطقة الحجاز. هذا يمكن حبيت أختصر الموضوع كامل في هذا. طبعا أخصك بالشكر. الله يعطيك العافية. بارك فيك إن شاء الله. السلام عليكم.